سلام عليكم. في يا ست ماجدة مالك؟ أنا ابني ما انتحرش. يعني إيه؟ مش فاهمة. ابني اتقتل. ابني مش هو اللي كاتب الجواب ده. أيوة، بس النيابة لما جت تحقق عشان تتأكد من سبب الوفاة وإذا كان انتحر ولا لأ، ضاهي خطه اللي في الجواب بخطه في كشكول من عنده، وأنا قريت الكلام ده في المحضر، وأنت بنفسك أكدتي لي الكلام ده وقلتي لي إن هما جم خدوا ورقة من عنده وتأكدوا إذا كان خطه ولا لأ. يبقى حد خلاه يعمل كده. وليه بس حد هيخليه يعمل كده؟ معرفش، عشان أنا لما لقيت ابني نايم على السلم مسلم روحه للي خالقها واللي هو في حضنه، كنت واخدة على وشي وما كنتش مركزة اللي مكتوب في الجواب ايه. بس من شوية لما قريت الجواب تاني، ما ينفعش ما ينفعش ابني يكون كاتب الجواب ده. وايه بس اللي مخليك متأكدة قوي كده؟ عشان مكتوب في الجواب تعبت قوي من الحياة يا ماما، وانا ابني عمره ما قال لي غير ياما. ايوه يا ست ماجده، بس مش دايما الواحد بيكتب زي ما بيتكلم، وكده كده الشك اللي جواكي ده خليه دلوقتي وانا هفتش ورا الموضوع. ما تفتحيش الموضوع ده مع اي حد، بالذات اخته. البنت فيها اللي مكفيها، احنا كده نبقى بنتبعها، لان احنا لو صدقنا اللي انت بتقوليه ده معناها هنصدق ان محمد اتقتل. ست ماجدة، تفتحيش الموضوع ده مع اي حد. فوتك بعافية. واقفة كده ليه؟ بفكر، بفكر في اللي انت لسه قايلهولي جوه. نسيت اقولك ان ياسين بيه بعت لنا 250 الف جنيه. كتر خيره، راجل محترم، وانت تستاهلي كل خير يا ست مكتب.